السعودية يا ديار الشيم يا دار الأبطال. يا سلامي عليكم يا السعودية يا ديار الشيم يا دار الأبطال. يا السعودي نحيي روحك الحية يا السعودي نحيي. عن وطن يستحق منا الدفاع عنه وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه. لأننا نعيش بين شعب جبار عظيم يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة. لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. نشهد أنك أصيل وطيب الفالي.